وبشأن أخطاء غزو العراق، بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. سيد علي، مرحبا بكم. يعني اعتراف واضح من قائد القوات الأمريكية السابق في العراق، حيث قال إن قواته ارتكبت أخطاء خطيرة بالعراق، لكن يعني ما أثر تلك الأخطاء على واقع العراق هذا اليوم؟ الحقيقة أن هذا الرجل بتصريحاته وكثير من المسؤولين الأمريكان في تصريحاتهم بعد أن يتركون المنصب بدون يصرحون التصريحات غريبة، لكنها كلها ضمن البروباغندا الكاذبة. الحقيقة أن كوندوليزا رايس قالت بأننا ارتكبنا أخطاء في العراق مثل حل الجيش وغيره، لكن كل هذه الأخطاء كانت تكتيكية، لكن في مجمل الأمور وفي النهاية استراتيجيا نحن أردنا أن يصل الوضع في العراق إلى ما وصل إليه. كوندوليزا رايس سبق وأن قالت بأن الأخطاء التي ارتكبناها أخطاء تكتيكية، أما عملية حل الجيش وغيرها من القرارات التي يتحدثون الآن على أنها خطأ، أكدت كوندوليزا رايس وهي المسؤولة الثانية كانت في الإدارة الأمريكية بأنها كانت ضمن الخطط الاستراتيجية. هذه التصريحات لبترايوس و سانكشيز اللي تحدث عن عملية تفجير القبور في صحراء، كلها تصريحات ليس لها قيمة لأنهم تركوا المناصب وليس لها قيمة الآن. هذه تصريحات. ثم أن المالكي في عهد بترايوس تلقى كل الدعم من بترايوس كقائد للقوة لقائد القوات ومن إدارة أوباما في وقتها لترشيحه لإدارة ثانية، فهذا يعني تصريحات الاستهلاك المحلي أو طيب. سميها ما شئت. ثم أن بترايس وفيما يخص الموصل، كل ما حدث من دمار وتدمير في الموصل يتحمل بترايس، لأنه هو الذي أعطى كلمة لوزير الدفاع العراق السابق بأنه القوات الأمريكية تدخل إلى الموصل دون قتال وتنتهي الأمور، وفي اليوم الثاني تراجع عن هذا الاتفاق وتم اعتقال وزير الداخلية وزير الدفاع الأسبق، وإلى الآن الكارثة مستمرة بالموصل بسبب بترايس. سيد علي، هناك من يذهب إلى أن الاحتلال الأمريكي في العراق يعني كانت تربة خصبة لظهور العنف في العراق، هل تتفق معهم؟ نعم. سيد علي، سيدي الكريم، أنا شخصيا اعتقلت في 13/10/2003 بعد الاحتلال، يعني بعد الاحتلال بشهور قليلة. نعم. تسلسلي كان 151,000 معتقل. عملية الاعتقال اللي كانت تقوم بها القوات الأمريكية هي التي غرست، والانتهاكات والتعذيب التي كانوا يقومون بها هي التي غرست في نفوس ما يسمى بالحكومة العراقية والميليشيات الآن عمليات التعذيب. كل العنف في العراق سبب التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وسحق كرامة الإنسان وعمليات الإذلال الجنسي والاغتصاب والتنكيل واعتقال العوائل والنساء كرهائن. هذا هو سبب العنف بالعراق. الآن الأمور تسير بنفس الطريق التي كانت بها تسير الأمور قبل ظهور 2011 وظهور ما يسمى بداعش وغيرها. الآن الانتهاكات اللي تجري في الموصل وفي الأنبار وفي بغداد وفي بقية المحافظات ترسم نفس الطريق، يعني تدفع هناك يعني محافظات وملايين من الناس ليس سدت أمامهم الأفق، ليس أمامهم إلا الهجرة أو السجون أو يبقون مشردين ومطاردين. فأكيد هذه الانتهاكات هي التي المسبب الأساسي للعنف، ليس في العراق فقط بل في كل الدول العربية. وعلينا أن نتذكر أن العنف أول ما خرج يعني في أفضل تجلياته خرج من المعتقلات المصرية ومن السجن الحربي المصري وغيرها. سيد علي، كما تعرفون أن الاحتلال يعني عندما قام باحتلال العراق كانت
هناك عدة أسباب من بينها طبعا، وبالتالي قد تبينت أنها غير صحيحة أو غير حقيقية، وهي أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وأن العراق بنظامه آنذاك له علاقة بالتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة. بعد أن يعني توضحت الحقيقة وأيضا انكشف كذب الولايات المتحدة، ألا يجب محاسبة من نفق هذه التهم إلى العراق؟ هذه الأمور كلنا نعرفها والعالم كله يعرفها، والاعتراف أتى من عندهم على لسان قادتهم ورؤسائهم ونواب وأعضاء الكونغرس، كلها أتت. للأسف هناك يعني عملية كيل بمكيالين من المنظمات، من بعض المنظمات الدولية، وأنا أحب أن أذكر هنا أن منظمة العفو الدولية المنظمة الوحيدة اللي أصرت على هذا الأمر وطالبت لحد الآن تطالب باعتقال بوش وتوني بلير في أي دولة يذهبون إليها. أنا أقول يعني الوقت يتغير والعالم متغير ومتطور، ولا أجد يعني حرجا إذا أقول أن يأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل من لفق التهم للعراق وكل من ولغ بدماء العراقيين، سواء كان رئيس أو مسؤول أو غيره. فالأمر يعني هناك عمليات رصد وتوثيق، وهناك عمليات دعاوي، وهناك تقارير منظمات دولية، وأثق وأنت وكل المستمعين أن هؤلاء الناس الذي تسببوا بدمار وخراب العراق سوف يأتي اليوم الذي يقعون فيه تحت طائلة القانون، وهم متخوفين الآن. بوش في آخر زيارة إلى أحد الدول الإسلامية قبل 3 سنوات، منظمات دولية ومن ضمنها منظمة العفو الدولية طالبت بصراحة بإلقاء القبض عليه. هؤلاء مثل وصمة عار في جبين الإنسانية، يتحملون ضحايا ودماء ملايين الناس في العراق. نعم سيد علي من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.